في مسرح ولد جورج سيدهم في 28 مايو عام 1938 وفي مركز جرجا بمحافظة للتمثيل من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح. قدم سيدهم العديد من الأعمال الناجحة منها الشق انتك بصراحة. أيوة هي اللي غلطانة. برافو عليك يا ليمبو. عشان أنا بكلمك أهو كده. Have a good time. Poo? Christopher Robin. قا صراح قطب صناعة السينما السابق في هوليوود هارفي واينستين بكفالة بلغت مليون دولار على ذمة التحقيقات في اتهامه بمدينة نيويورك بالاغتصاب والتحرش الجنسي. ووافق واينستين منذ 66 عاما على ارتداء جهاز تعقب وتسليم جواز سفره بعدما سلم نفسه إلى الشرطة الجمعة الماضية. من جهته نفى واينستين التهم الموجهة له وقال محاميه أن موكله لن يقر بأنه مذنب. وقالت الممثلة الأمريكية روز ماكوغان التي اتهمت المنتج السينمائي بالاغتصاب لبي بي سي إنه يوم رائع للناجين منه، وأضافت هي لحظة مهمة للغاية وصفعة حقيقية على وجه كل من يستغل النفوذ، واستطردت قائلة إنها مجرد بداية لهذا الإجراء وإذا تمكننا من مواصلة هذا إلى النهاية آمل أن نخرج منتصرين. وكانت عشرات النساء قد أثرن مزاعم بشأن قيام المنتج بارتكاب إساءات جنسية ضدهن من بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وكانت تلك المزاعم وراء انطلاق حركة أنا أيضا مي تو. I was working with Gwyneth, with Harvey, you know, on Ripley. Tom Ripley? We were at Princeton together. I never talked to Gwyneth about it. Ben told me, but I knew that they had come to whatever agreement or understanding that they had come to. She had handled it, and she was, you know, the first lady of Miramax, and he treated her incredibly respectfully, always. The idea that this predator, this assaulter, was out there silencing women, it's beyond infuriating. And the fact that the story is coming out now, and the more it comes out, I want to know all of it. The accusations have only multiplied. The hashtag MeToo showing just how widespread the problem of sexual assault is. Many A-listers joining the choir of women now sharing their own stories. Quentin Tarantino, another big director, come forward and said, we've heard these things, we've never seen it, never saw anything that... He didn't do it out in the open. Yeah. If there was ever an event or something that I was at in public with Harvey, and he was doing this kind of thing, and there's some woman who was somehow assaulted, and I somehow missed it, then I'm sorry. How do we change? What do you see as change? You're a powerful man in this business. There has to be a comeuppance for all of this, all of the people who are part of that chain. And then we have to make it safe for people to feel that they can talk about this. And in doing that, I think that'll scare away that kind of behavior. But more than anything, you're going to have a warning shot over the bow of those, anyone who would act like that, that you will be outed and you'll be out of the business, and more than that, you might be prosecuted. But what about with your kids? What is the conversation if they want to go into your business? إلى الروائية البولندية أولغا توكارتشوك التي استطاعت أن تحصد المركز الأول بجائزة بوكر العالمية للرواية لعام 2018 عن روايتها الترحال، وهي أول روائية بولندية تفوز بهذه الجائزة العالمية. يذكر أن هذه المسابقة تقدم إليها نحو 108 روائية وروائي، ودخلت 5 روايات مرحلة التصفيات النهائية،
وكان من بينها رواية العراقي أحمد سعداوي فرانكشتاين في بغداد. وتعد توكارت شوك غزيرة الإنتاج ورواياتها الأكثر مبيعاً في بلدها، ونالت العديد من الجوائز عن أعمالها. وقد درست توكارت شوك علم النفس في جامعة وارسو، ولدراستها الجامعية أثر واضح على نتاجها الأدبي، لذا كان أول عمل أدبي لها مجموعة شعرية نشرت عام 1989، ونشرت حتى الآن أكثر من 8 أعمال روائية إلى جانب. Niewątpliwie wpływa na psychikę podróżnego. Stąd ta... خبرنا الأخير في هذه النشرة عن أول نصب تذكاري تحت سطح البحر لضحايا الغواصات المفقودة، حيث أقيم أمس الأحد حفلا في أحد متنزهات ولاية فلوريدا لتدشين أول نصب تذكاري تحت سطح البحر لضحايا الغواصات المفقودة. يضم نصب الدورية الأبدية 66 من كرات الشعاب المرجانية الصناعية، تخليدا لذكرى 65 غواصة أمريكية فقدت سواء في أوقات الحرب أو السلم، إضافة إلى كرة أخيرة تمجد ضحايا الغواصات في حوادث أخرى. وسيجري تثبيت الكرات التي يبلغ وزنها الإجمالي 590 كيلو جراما تقريبا. اجعل صلاتنا على النبي هي